السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع جميل اسمه موشي، موقع تقدر تحول تكست ل 3D او ايمج ل 3D او تقدر تعمل منه اشكال كتير قوي. طيب خلينا نقول له تكست تو 3D وتبدأ تكتب بقى الحاجة اللي انت عايزها، يعني دي مثلا حاجات احنا عملناها قبل كده. تمام، هقول له مثلا انا عايز ارابيك فيلا. تمام، وهنقول له رياليستيك او عايزينها لحت او عايزينها بالشكل دوت، وهنقول له التارجت بتاعنا قد ايه. ممكن نقول له مثلا ايه عايزين اقل حاجة شوية. تمام، وهنقول له جنريت. هو بياخد وقت لان طبعا عشان يعملها 3D، لكن في الاخر الجودة بتاعتها بتكون عالية، فبيبدأ يعملها لنا بالشكل دوت. ولاحظ ان انا بستخدم النسخة المجانية، فالنسخة الفلوس بتكون فيها اسرع وبتكون اقصر تفاصيل ودقة، فظهر لنا بالشكل دوت. هو عمل لي اكتر من شكل عشان اختار منهم. وببدأ اعمل تكتشر ليه بحيث يبقى فيه زي تكتشر او صورة اجمل بدل ما هي كلها كتلة واحدة. بعد كده تقدر تعدل فيها، تقدر ان انت تعمل لها داونلود، تمام، سواء FBX او اوبجكت او GLB او STL او بلند، كل الامتداد دي تقدر تعمل لها داونلود. فبيبدأ يعمل لنا تكتشر بالشكل دوت. فاحنا بقى معانا حاجة تحول لنا التكتشر لحاجة 3D نقدر ندخلها في 3D Max، في البلندر، في كل برامج 3D.